قد أفلح من زكاها يعني عندما نقول نحن في مناسبة لمجلس عام أمام أناس فيهم خليط أشكال وألوان نقول نعم فلان من العلماء كان من الزاهدين رأسا يتخيل أن كلمة زاهدين كانت تعني أنه كان بعيد عن الأسواق بعيد عن العمل لا يقيم يعني أي علاقة بينه وبين المال هكذا يفهمون من معنى الزهد في حين أن الزهد ليس هذا معناه يعني هذا دليل على سوء حالنا نحن الزهد أن يكون قلب الإنسان فارغا من حب المال أو من حب الدنيا بكل أنواعها هذا هو الزهد ثم اجمع من المال بعد ذلك ما تحب طبعا فائدة الزهد في هذه الحالة ما هي إذا تحرر الإنسان من حب الدنيا فائدة ذلك أنه لن يجمعها من طريق محرم لأنه غير عابئ بها يلتقط منها الحلال ويبتعد عن الحرام فائدة الزهد أنه إذا طرق بابه طارق يدعوه إلى العطاء رأسا يعطيه مثل ما كما نرى الآن رأسا يعطيه هذه هي فائدة الزهد وليس معنى الزهد كما يفهمه الجهال اليوم أن يكون الإنسان يعني بعيدا عن المال والتعامل بالمال نهائيا يلبس المرقعات البالية يأكل من الطعام بشيعه وهكذا لا ربما نجد واحد يفعل هذا وقلبه يتعشق المال هذا ليس زاهدا والنبي عليه الصلاة والسلام عرف لنا الزهد بكلمة جامعة قال ليست الزهادة في تضييع المال ولا في تحريم الحلال إنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك يعني أن تكون الزهد أن تكون واثقا بأن ما عند الله لك موجود يقينا تثق بما وعدك الله به أكثر مما تثق بما هو موجود في صندوقك إن كنت هكذا فأنت سيد الزاهدين أو من سادة الزاهدين نعم